الرئيس السيسي يؤكد تفهم مصر متطلبات التنمية بإثيوبيا على ألا تكون على حساب الآخرين. الرئيس السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو اللابحرية ويتابع فعاليات المناورة قادر 2021. وقوات الجيش الوطني تحبط هجوما للحوثيين على مواقع الجيش في محافظة صعدة. الرابعة صباحا، الثانية بتوقيت غرينتش. موجز اخباري جديد ياتي حضراتكم من القاهرة، اهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا، لكن مع ضرورة ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين. وخلال مأدبة غداء تكريما لضيوف مصر على هامش افتتاح قاعدة 3 يوليو، أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية لم تهدد أي دولة على مدار التاريخ، على الرغم مما تمتلكه من أدوات القوة. هذا وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر. ووقع الرئيس السيسي وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية، وقام برفع العلم عليها إذانا بافتتاحها. كما تفقد الرئيس السيسي الوحدات البحرية الجديدة بقاعدة 3 يوليو. كما استقل الرئيس عبد الفتاح السيسي المسترال جمال عبد الناصر وتابع فعاليات المناورة الاستراتيجية قادر 2021. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن المزايدات الانتخابية لا تصنع دولة ولا توفر الكهرباء. وقال الكاظمي في اجتماع طارئ مع المحافظين بحضور خلية أزمة معالجة الكهرباء إن حكومته تدفع ثمن السياسات الخاطئة وهدر المال لمدة 17 عاما في كل المجالات وخاصة الطاقة، مؤكدا أن كل خطوة لحل مشكلة الكهرباء بالعراق تتطلب سنوات، لأن العراق لم يبدأ فعليا بأي خطوة طوال السنوات السابقة. أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوما للحوثيين على مواقع الجيش في محافظة صعدة. ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين قولهم أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين، حيث استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات عسكرية تابعة للقوات الحوثية كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيبة أن حكومته لن تسمح بعودة الحرب والخلاف مرة أخرى، مؤكدا أن أهداف السلطة الحالية هو تحقيق التنمية. وقال لدبيبة خلال جلسة حوارية أن الحكومة الحالية مهمتها أن تكون ليبيا دولة ذات سيادة واحترام بين الدول، وتنظيم انتخابات نزيهة تضمن الانطلاق في عملية سياسية تحقق وحدة البلاد وتبعدها عن شبح الحرب. سجلت جنوب أفريقيا رقما قياسيا بلغ 26 ألف إصابة جديدة بكورونا، وهو ثاني حصيلة قياسية في عدة أيام. هذا وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن جنوب أفريقيا سجلت أكثر من 2 مليون حالة إصابة و61 و500 حالة وفاة حتى الآن، وذلك خلال الوباء، بينما تم تطعيم 3,300,000 شخص وحوالي 5% من السكان.
انتهى موجز مشاهدينا. للمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعتنا على موقعنا على الإنترنت actionnews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، كذلك يوتيوب. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.